السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أبرار، شكرا للشركة المستضيفة، شكرا للمتحدثين جميعا، شكرا للحضور. مي أم دكتور سامح توفيق، ممبر سبيشاليست انفكشن كنترول ان جنرال دايركتوريت انفكشن كنترول ان ام او اتش. We'll talk in our topic today about waste management in Delta Center. I think the admin group asked me to talk in English and Arabic, mix English and Arabic. That's why I'll talk in English and explain somewhat in Arabic. Okay, let us start. طبعاً this is an Arabic slide. I'm sorry for English speakers and English readers. لكن هي مش هتتقال بالإنجليزي، هي دي بتدينا تاريخ إن في التعامل مع نفايات طبية في العالم. طبعاً في البداية إمتى حصل اهتمام بالنفايات الطبية وإزاي هي بتنقل العدوى وحصل منها مشاكل؟ طبعاً ده كان في 1980 ميلادية، وده طبعا اعقاب حادثه شهيره عالميه، حادثه تلوث الساحل الشرقي بالولايات المتحده الامريكيه، فصدر قانون تعقب ومتابعه النفايات الطبيه بالولايات المتحده الامريكيه، وده كان في نفس الوقت تزامن مع ظهور مرض الايدز. تم تصنيف النفايات الطبيه كنفايات ذات فئه مختلفه وذات خطوره، ويجب التعامل معها بصوره مختلفه عن النفايات العاديه. المملكة العربية السعودية قامت بالتوقيع على اتفاقية بازل اللي هي بتدور حول التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في عام 1989. في سنة 98 وزارة الصحة قامت بإصدار اللائحة الخاصة بها بتعريف النفايات الطبية ومعالجاتها والتخلص منها، وبالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة. وطبعا دي اللائحه التنفيذيه الصادره لاداره النفايات الرعايه الصحيه بدول مجلس تعاون الخليج العربي، طبعا صادره بمرسوم ملكي بتاريخ 1426. ده طبعا تاريخ التعامل مع النفايات الطبيه في المملكه العربيه السعوديه. Back to our scientific lecture, we'll talk about the definition of healthcare waste. What is the healthcare waste or medical waste? It is an any waste generated by facilities that provide various healthcare services. Amsela, hospitals, dental clinic, home healthcare service, laboratories, pharmacies, vaccine manufacturers, veterinary and research centers. طبعا احنا النهارده بنتكلم على النفايات الطبيه الصادره من المراكز او عيادات او مراكز الاسنان. Types of healthcare waste. بيتقسم قسمين كبار، أي منشأة طبية بيخرج منها waste اسمه healthcare waste، وهو المخلفات الناتجة عن عمليات الرعاية الصحية. طيب الـ healthcare waste اللي صادر ده بيتقسم حاجتين، hazardous and non-hazardous medical waste. يعني في waste hazardous له أضرار، وفي ويست تاني نان هازاردس وده غالبا هيكون اقرب للويست المنزلي، النفايات المنزليه. طيب ايه هو الهازاردس ميديكال ويست؟ الحقيقه ان دي انترودكشن مهمه جدا عشان نفهم الويست وايه تصنيفه وايه تقسيمته، وبعدين هنخش ديب في الحاجات اللي تهمنا في الاسنان وحاجات جنرال بتنطبق على عيادات الاسنان. فيرست هازاردس ميديكال ويست، any hazardous هو طبعا اي ماتيريال صادره عن عمليات الرعايه الصحيه بتحمل خطوره للبيئه او الصحه او صحه الانسان بصفه عامه. طبعا بنقسمها اربع اقسام، السيتوتوكسيك ويست والهيومن اند بودي بارتس اند اورجانز وانفكشوس ويست وشاربس شارب ويست. الحقيقه ان الويست كله صادر عن النفايات عن الهيلث كير سيتنج او الهيلث كير سيرفيس. احنا خلاص اتكلمنا على النان هازاردس وقلنا ان ده شبيه بالنفايات المنزليه. النان هازاردس لايك النفايات المنزليه، لكن الهازاردس ويست بيتقسم فور تايبس، عندي سايتوتوكسيك ويست وهيومن انيمال بارتس اللي هي الاجزاء والبشريه، والسايتوتوكسيك اللي هو المواد السامه للخلايا،
والانفكشوس ويست، وده اللي يهمنا جدا احنا كانفكشن كنترول. لما بنتكلم على انفكشن كنترول بيهمني جدا اتكلم على الانفكشوس ويست. انفكشوس ويست هنعرفه بعد كده، والشارب ويست اللي هو النفايات اللي بتحمل صيغه الحاده، وهنعرف تعريفها برضو وهنشوف خطورتها. طيب الهازاردس ميديكال ويست فيرست تايب to know, just to know, cytotoxic waste refers to any residual cytotoxic agents. مواد سامة ومسممة للإنسان وبتفضل وتبقى بعد البيشنت تريتمنت، بقايا. طبعا يمكن ما لهاش دور قوي معانا النهاردة، لكن عندنا بارت صغير منها. Also الأدوات والأجهزة والمخلفات الملوثة بالسيتوتوكسيك agents دي، ده بيعتبر cytotoxic waste. اللي يهمنا عندنا الهيومن والانيمال والبادي بارتس اند اورجانز، ده ويست عباره عن اجزاء قسم الانسان، كل اجزاء قسم الانسان. طبعا احنا لما هنتكلم على المستشفيات العامه عندنا طبعا المشيمه، عندنا الاعضاء المقطوره والاعضاء المستأصله، وعندنا هنا في الأسنان جزء من جسم الإنسان اللي هو extracted teeth. الأسنان هي جزء من جسم الإنسان وتعتبر part of body parts. طيب نروح للي يهمنا جدا اللي هو الهازاردس ميديكال ويست. What is infectious waste? This is the third type اللي هو النفايات اللي لها صيغة إنها يمكن أن تنقل العدوى. It refers to waste contains biological agents. البيولوجيكال agents اللي هي البكتيريا، الفيروسز، البارازايتس، and fungi. In quantities في كميات تكفي وتركيزات تكفي لإحداث الإمراض والعدوى ونقل العدوى للعاملين والزوار والمرضى بداخل المنشأة الصحية وخارج المنشأة الصحية. يبقى هو إيه هو الانفكشوس ويست؟ كتعريف هو النفايات الطبية الصادرة عن عمليات الرعاية الصحية التي يوجد بها ملوثات بيولوجية زي ما قلناها الأربعة المشهورين، البكتيريا والفيروسات والفطريات والبارازايتس اللي هي أنا مش عارف ترجمتها بالعربي الحقيقة، لكن البارازايتس بكميات وتركيزات خاصة يمكن أن تتسبب في نقل العدوى للإنسان. الإنسان اللي هو ممثل في الكوميونيتي، ممثل في البيشنس، ممثل في الفيزيتورز، ممثل في الهيلث كير ستاف. Any contaminated item، وهنتكلم عن ده كتير وهنعيدها وهنركز فيها كتير. أي any contaminated item dribbling with dribbling يعني soaked with body fluid blood or body fluid dribbling considered an infectious contaminated waste. طيب ده اللي هو ايه يعني بالعربي؟ عايزين نقول ان اي حاجه من المخلفات الرعايه الصحيه ملوثه وملوثه اللي بتركيز عالي بسوائل الجسم المريض، وطبعا اشهرهم واهمهم واخطرهم هو الدم، هذه النفايات يجب ان تكون ملوثه وبتركيز عالي لدرجه انها بتقطر من هذه السوائل. زي ما احنا شايفين التيشو او الجوز اللي قدامنا ده soaked with blood. This is an infectious medical waste. طيب هنروح للنوع الرابع والاخير في التصنيف بتاعنا الهازاردس ميديكال ويست اللي هو الشارب ويست. الشارب ويست هو عباره عن ايه؟ من اسمه كده واضح، هو اي نفايات طبيه حاده لها القدره على قطع الجلد او ثقب الجلد الانسان. طيب ده بينطبق على ايه؟ بينطبق على النيدلز، بينطبق على السكالبلز مشارط، بينطبق على السيزرز، بينطبق على طبعا السيرجز والنيدلز، بينطبق على الامبولز جلاس امبولز البروكن جلاسز. كل دي امثله للايه للادوات الحاده اللي بتنتج عن عمليات الرعايه الصحيه، وطبعا دي موجوده في الاسنان. وانا اهتميت ان انا اعمل موتيفيكيشن للمحاضره للليكشر تو بي ادابتد to be for a dental clinic or dental center. يبقى احنا عندنا four types: cytotoxic وinfectious وsharp وbody parts.
four types of hazardous medical waste، النفايات الخطره. طيب who is at risk in dental clinic، مين اللي واقع في مرمى الخطوره اللي ممكن النفايات الطبيه دي الخطره الهازاردس او الانفكشوس او الشاربس بتمثل خطوره عليه؟ مين؟ كل الدنتال ستاف، الدكتور، الاسيستنت، النيرس، طبعا الكلينرز، عندنا الناس اللي بتشتغل في اللاب، اللاب تكنيشنز اللي هم الدنتال لاب تكنيشنز، كل دول بيعتبروا في مرمى الخطوره وعندهم خطورة عالية من التعامل مع وجود هذه النفايات موجودة، مخلفات الرعاية الصحية للأسنان في مراكز الأسنان. عفوا. هننتقل للنقطة اللي بعديها، segregation and disposal of infectious medical waste in dental clinic. segregation اللي هو عملية الفرز والتصنيف. ثانياً والديسبوزل اللي هو التخلص من النفايات الطبية المعدية في الدنتال كلينيك، في عيادات الأسنان. أول قاعدة مهمة، we have to know and apply each infectious medical waste generator will segregate infectious from non-infectious waste at the generation site at the point of production. يبقى العبارة دي مهمة جداً، هي دي مفتاح التعامل مع النفايات الطبية ومفتاح الـ requirement اللي الـ infection control بيهمنا كـ infection control. إزاي؟ الـ infectious medical waste should be segregated from non-infectious or non-hazardous medical waste فين؟ At the point of production، اللي هو إيه عادةً في الـ dental clinic، جوه الـ dental clinic عند الـ point of care اللي هي كرسي الأسنان. يعني خلينا نركز، ليه احنا بنركز في النقطه دي تحديدا؟ لان ثبت ان نقل النفايات الطبيه to be discarded، يعني احنا بنقول دايما ان اللي بيطلع نفايات طبيه هو المسؤول عن فرزها. انا فتحت سرنجه في ايدي الورقه وفي ايدي السرنجه، I have to discard the paper in non-hazardous medical waste in non-hazardous waste and the syringe should be discarded in the شارب كونتينر. مين اللي مسؤول عن الكلام ده؟ وفين؟ at the point of production اللي هي جنب كرسي الأسنان في مكان إنتاج النفايات. وطبعا الصور دي بتمثل أمثلة للسبلايز المطلوبة اللي تكون حوالين الدنتال شير. This is a supplies should be available around the dental care and easily accessible by the producer of the medical waste. To be continued, the segregation. Infectious medical waste هيتقسم، احنا عندنا two types من medical waste في الكلينيك، من infectious medical waste في الكلينيك، أو two types infectious and sharps. Infectious will be discarded in infectious medical bag. Infectious medical waste bag. Infectious medical waste bag ده اللي احنا شايفينه في الصورة اللي هو biohazard waste bag. طبعا ده له مواصفات، له requirements لازم نبقى عارفينها، لان طبعا مهم جدا ان this bag should be compatible with the specifications. يعني مش اي كيس اصفر هيتحط. اول حاجة انه لازم يكون compatible مع container. تاني حاجة لازم يكون seek وleak proof وعليه biohazard symbol والسايز بتاعه adapted مع الكونتينر ومع حجم النفايات to be produced suspected to be produced from this dental chair. ودي زي ما اتفقنا الكيس ده بيبقى محطوط في كونتينر beside the dental chair، يبقى لازم يكون غير قابل للسقط، غير نافذ للسوائل وصعب التمزق، له معامل تمزق معروف طبعا بالارقام للشركات اللي هي بتنتجه، ولو كلر كود، لان الكلر كود هنا في المملكه العربيه السعوديه الحقيقه مختلف عن الكلر كود ان يو اس اي او السي دي سي المراجع بتاعتنا العالميه في النفايات الطبيه. وده يهمني اقوله، وي ار اوبيينج اور طبعا ناشونال جايد لاينز ان ويست مانجمنت. احنا في كل الانفكشن كنترول الريفرنس بتاعنا عاده هو
المراجع العالميه السي دي سي الابيك لكن الدبليو اتش او لكن ان ميديكال ويست وي هاف تو اوبي اور جايد لاينز ناشونال جايد لاينز لان في اختلاف في الالوان هلاقي واحد يروح بره يجيب لي صوره الكيس احمر احنا عندنا الكيس الاحمر مخصص بس للبادي بارتس وباثولوجيكال ويست لكن مش مخصص للنفايات المعديه احنا هنا في المملكه العربيه السعوديه الناشونال جايد لاينز بتقول ان اليلو باج اللي عليه بايو هازارد سيمبل هو المخصص للانفكشوس نون شارب ميديكال ويست طيب الباك ده should be in a container الكونتينر ده له كمان له مواصفات له requirements اول حاجه لازم يبقى rigid from metal or hard plastic impervious and leak proof color coded labeled with biohazard label and equipped with lid and can be opened and closed easy by foot الكلام ده تفسيره ايه بالعربي؟ يعني انا في منطقه الاسنان عندي ويست باج لونه اصفر وعليه باي هازارد سيمبل كومباتبل معاه محطوط في كونتينر، الكونتينر ده له مواصفه انه معدن او بلاستيك مقوى ولونه اصفر او محطوط عليه باي هازارد ليبل تحديدا خلاص هو كمان عليه علامه البيولوجيكال ويست وله غطا، الغطا بيتفتح بالرجل. خلاص؟ الغطاء بيتفتح بالرجل ليه باكد على النقطه دي هنشوف شويه صور لكومون ميستيكس في الاخر وي هاف تو نو تو افويد وي هاف تو افويد يعني انا اثناء لما بمر بعمل اوديتنج ان دنتال كلينيك اور اني بارت ان هوسبيتال وين اي ام يوزنج ذا ليد بريست باي باي فوت تو اوبن ذا ليد اوف ذا اوف ذا انفكشوس ميديكال ويست نون شارب ميديكال ويست كونتينر اي فاوند ات نوت وركينج ذيس از نوت جود لسبب بسيط if not working the healthcare maybe will do something maybe will discard the during work will discard or dispose the infectious medical waste in the ground or any area or open the lid with hand with his hands which is not accepted both is not accepted at all يعني ده معناه من ضمن الحاجات المهمه إن الكونتينر الأصفر اللي موجود فيه الكيس الأصفر لازم يكون غطاء بيتفتح ويتقفل بالرجل لأن ممنوع اللمس لأن ده مكان فيه بيولوجيكال ويست ملوث ذو خطورة كبيرة ما ينفعش أسيب العاملين يمسكوه بإيديهم وإحنا وي آر إنكارجينج السجريجيشن فما ينفعش أقول له أي آم إنكارجينج السجريجيشن أت ذا بوينت أوف برودكشن ويجي الدكتور أو الأسيستنت يدوس على رجله يلاقي الليد مش بيتفتح طبعا انا لو مني لو انا بالدكتور هرمي في اي حته انا عندي شغل مع العيان يبقى انا لازم عشان اساعد في السيجريجيشن واطلب من الناس to obey our rules and the national guidelines in waste segregation I have to give them supplies in a good situation طيب عندنا احنا اتكلمنا على الباك والكونتينر اللي هيتحط فيه الباك هناخد كمان الشارب كونتينر شارب كونتينر لازم نبقى فاهمين ان له مواصفات ولو بوزيشن لازم يتحط فيه طيب اول حاجه بالنسبه للمواصفات should be yellow color should be having opening to discard the sharps and couldn't be opened after closure and also this opening is not allowing passage of the hand يعني ما ينفعش ادخل ايدي جوه الشارب كونتينر ولو فتحه يسمح ان انا ارمي فيها الشاربس الهيلث كير وركر يتخلص من الشارب طيب وهارد كودنت بي بانكشرد باي شاربس يعني ما ينفعش يتثقب بالشاربس ارمي في سن الاقي السن خرم وطلع من الناحيه الثانيه يبقى ده مش ماشي مع مواصفات لازم طبعا يكون لونه اصفر عشان يمشي مع الثيم بتاع الناشونال جايد لاين بتاعتنا وكمان يكون عليه بايو هازارد ليبل اللي هو العلامه الشهيره بتاعتنا اللي احنا شايفينها البايو هازارد سيمبل عشان توضح ان ده حاجه خطيره بيولوجيا وفيها مواد قادره على نقل العدوى. خلاص؟ طيب نروح بقى للبوزيشن بيتحط فين؟ احنا قلنا بيتحط جنب كرسي الاسنان should be available beside the chair beside the area of production of sharp. في مكان انتاج النفايات الحاده. طيب
نحطه فين؟ العلم قال ما تحطوش على الأرض first. ليه ما حطوش على الأرض؟ عشان أنا لو حطيته على الأرض will not be used. إحنا بنقول للناس اعمل segregation صح، ارمي الشارب في مكان مظبوط. لو أنا حطيته له في الأرض طول النهار هيجي يرمي يرمي، آخر النهار هيقول يا ظهري، تاني يوم مش هيرمي حاجة في الشارب ويست كونتينر، هيرمي في أي حتة سهلة عليه وخلاص. طيب العلم قال you have to elevate it، يا إما تعلقه على الحائط should be fixed on the wall or on trolley. قالوا قد إيه؟ قالوا at least 1 meter أو المثالي على الآي سايت، وهنشوف ده في الإيه؟ في السلايد دي. This slide show us the area of fixation or level of presence of the sharp container in medical in dental chair area. طبعا السبب من كل التعليمات الدقيقة ومتر والكلام ده هو ان انا بسهل عملية السيجريجيشن، لان انا السيجريجيشن ده مهم جدا، لان بداية السيجريجيشن لما ارمي الشارب، لما لو انا ما رميتش الشارب الشارب بوكس ده انسيدنت خطير، لانه ممكن يتسبب ان الكيس يطلع منه نيدل، النيدل دي تكون فيها مثلا ايدز، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، تعمل اصابه شارب انجري لواحد من الهيلث كير وركر ايفن ذا ويست وركرز. طبعا ده هيكون بيمثل خطوره عاليه. طيب هنروح لجزء صغير مهم خاص بالاسنان. It is very selective for the dental work. Extracted teeth. كل الجماعة اللي بيشتغلوا في الأسنان عارفين الـ extracted teeth. إحنا بنخلع الأسنان. طيب أول حاجة في ناس هتقول extracted teeth زي ما قلنا it is a body part should be buried. لا، عايز أقول لكم على حاجة، الفتوى اللي صدرت في سنة 1405 إسلامك فتوى عام 1405 قالت ان البادي بارتس شو بي بارت، لازم تدفن. لكن استثنت الفتوى من هذه الاشياء الشعر والاظافر والاسنان، يبقى اتفقنا ان الاسنان مش هتدفن. خلاص خرجت بره الفتوى الدفن. طيب هنعمل فيها ايه الاسنان؟ هنقسمها جزئين عشان ما نتلخبطش. We have two types of extracted teeth. يا اما extracted teeth without amalgam filling، ما فيهاش حشوة امالجم. وطبعا اللي بيشتغلوا في الاسنان عارفين ايه هو الامالجم. واكستراكتد تيس ويز امالجم. طيب خلينا نتكلم شويه على الاكستراكتد تيس ويزاوت امالجم فيلينج. هعمل فيها ايه؟ فيرست لو ما حدش عايز ياخدها ولا يعمل بيها حاجه، اي كان ديسكارد ان انفكشوس ميديكال نون شارب ويست باك. هرميها في الكيس الاصفر وخلاص انتهى. طيب في بعض الأحيان أو كثير من الأحيان in some occasions patient ask to get his teeth to have his teeth بتاعته، من حقه ياخدها. العيان عاوز ياخد السنة، ينفع أديها له من غير ما تكون آمنة إنها تنقل العدوى للآخرين، لأنها فيها blood، فيها هي part خارج بالblood، خارج بالعدوى، خارج بكل حاجة، لها تعامل خاص قبل ما أديها له، وهنعرف بعد كده إيه التعامل ده. طيب لازم انظفها واعمل لها ديس انفكشن كويس. طيب او هرميها في الويست باك او هستخدمها فور اديوكيشنال بيربوزز. الطلبه بتوع الاسنان والتكنيشنز، الناس الشباب الصغيرين الطلبه، لابد ان هم يدرسوا على بعض الاسنان الحقيقيه زي ما قالوا لنا اساتذتنا، فانا هبتدي اخد الاسنان دي اديها لهم يدرسوا فيها، يشوفوا الجذور ويشوفوا اشياء فيها. Should be could be used in for educational purposes. لكن first should be make should be safe to be used in educational settings. How to do this we will see in the next slide. Okay. طبعا عندنا النوع الثاني with amalgam filling هنتكلم عليه برضه، وده very specific for the dental clinic. Recommendations for using extracted teeth in educational setting. في recommendation خاصة للتعامل مع ال extracted teeth في العيادات الأسنان، إزاي نسلمها ونخليها سليمة ونظيفة وآمنة to be safe to be used in education. في الأول لازم أنظفها should be cleaned
so there is no visible blood or debris. لازم أشيل من عليها أي بقايا من الدم أو الأنسجة اللي خارجة بيها السم. Kept moist in a simple solution such as water or saline. Placed in a container with a secure lid. لازم أخليها رطبة وأحطها في مية أو saline. ده بعد ما أضفها خالص من البلد والكلام ده. وأبتدي أشيلها وأحط عليها علامة biohazard symbol لحد ما بعتها to be sterilized, to be able to be used in طبعا in dental education. Heat sterilization could be applied to these dental extracted teeth to make it safe to be used. So بعمل لها heat sterilization. طيب نروح لمعضلة تانية هي الأمالجم اللي موجود في الأسنان. طيب لو السنة اللي مخلوعة فيها أمالجم. First of all, dental amalgam ده بيمثل ويست غير عادي، مش منطبق عليه الانفكشوس بس ولا هو شارب، لكن هو طبعا الامالجام ده اللي هو فيه ميركوري الزئبق، والزئبق من المعادن الثقيلة السامة ليها نسبة سمية طبعا وكمان بتأثر على البيئة وبتتوه عن حرقها بخيرة ضارة جدا للانفايرمنت والبيئة والهيومن بينج وكل الكائنات الحية. Amalgam waste consists of amalgam if in any form it includes all materials contaminated with amalgam. يعني الويست أو أي حاجة فيها amalgam، لكن إحنا هنا بنتكلم على التيس اللي فيها amalgam. Don't place extracted teeth containing amalgam in a medical waste container. مش لازم أرميها في medical waste container. طيب أقول لكم نرميها فين عشان نروح للسلايد الجاية. We have to collect the extracted teeth with amalgam in a amalgam container. In each clinic there should be amalgam container. بنتخلص فيه في التيس فيها amalgam filling لأنها غير صالحة أنها couldn't be used in educational or couldn't be given to the patient. إيه الريسك بتاعه؟ طبعا الايفيدنسز بتقول ان كميه الامالجام البسيطه دي مش بتمثل اي ريسك كبير على الهيومن بينج، لكن سام بيبل هافينج طبعا يعني هافينج از نوت اكسبوجر للميركوري مش بيمثل، بات سسبتابيلتي للناس عندها سسبتابيلتي او زياده في الحساسيه ناحيه الامالجام أو عندها استعداد أكتر من غيرها فبيمثل خطورة بصفة عامة. لذلك قلنا should be collected in the amalgam container. طبعا this is اللائحة طبعا صدرت اللائحة طبعا احنا قلنا صدرت 1426 لكن صدر لها تحديثين، ده last one وتم تعميمه بالقرار الوزاري سنة 1441. ودي طبعا اول صفحه في الدليل الخاص باللائحه اللي تعممت والمفروض كلنا تكون موجود عندنا، وده اللي نبني عليه اور بوليسز في المانجمنت اوف ميديكال ويست في الدنتال كلينكس. طيب عندنا شويه جولدن رولز وي هاف تو يعني لازم نركز عليها، وي هاف تو يعني ميك ات اور جولدن رولز. رول نمبر 1 اني ايتمز كونتامينيتد dribbling with blood or body fluid must be disposed into a yellow bag. لازم اي حاجه مليانه blood بس ما تكونش شارب طبعا بتسقط blood او body fluid لازم تترمى في الكيس الاصفر اللي عليه biohazard symbol اللي محطوط في اليلو كونتينر. طيب rule number 2 sharps should be discarded in area of production in sharp container. ده الكلام ناكده الشارب لازم يتم التخلص منه فورا at the area of production. ما بينفعش انا اطلع شارب ويست واحطه واحد تاني ياخده واحد تالت، لان كثره التداول بتسبب increasing the risk of sharp injury. ازاي؟ يعني انا لما انا دكتور عظيم انا استشاري كبير هطلع شارب هعمل اجراء طبي وهينتج عنه something sharp scalpel or something like that or needle. أنا دكتور عظيم مش معقولة حرمي أنا النفايات بنفسي، لا طبعًا I have to throw النيدل بنفسي وأحطها في الشارب كونتينر just at the same second
I finished the healthcare service for that patient. خلصت الإجراء الطبي، البروسيجر ده خلص، لازم أرميها فورا. كوني أنا أديها لأسيستنت أو لنيرس، والنيرس تاخدها توديها في مكان تاني to be discarded. To discard is a sharp. ده بيمثل خطورة، وفي دراسات كتير على الكلام ده، increasing the risk of sharp injury. وطبعا الشارب انجري بحاجة مستخدمة used in healthcare service، ده معناه ان هنخش في ريسك البلاد بورن باثوجنز اللي هي الهباتيتس بي والهباتيتس سي والاتش اي في. طيب ثيرد جوردن رول وي هاف تو نو، ويست سيجريجيشن شود بي دان ات بوينت اوف برودكشن وانس برودوسد. عملية فرز النفايات او تصنيفها بصفة عامة لازم يتم في نقطة انتاجها. محدش يقول لي اروح اقول اليولو كونتينر فين والشارب كونتينر فين وحتى البلاك كونتينر، اجي اروح هناك في اي مكان الاقي ايه؟ الاقي الناس حطاها في مكان كده بعيد، يقول لي لا اصل احنا هنبقى نروح نتخلص من هناك. لا طبعا، should be available at the area of production عشان اسهل التصنيف في ساعتها فورا. طيب عشان قبل الناس ما تسال، احنا قلنا اي حاجه dribbling of blood or body fluid، اي object should be discarded in yellow bag. حد هيقول لي طيب الماسك، الجاون، طيب اي حاجه من دول، لو في full of body fluid لدرجه انها dribbling، وده غالبا مش بيحصل في عياده الاسنان طبعا نهائي، لان السوائل اللي ناتجه فيها مش كميتها مش ضخمه. بتكلم على body fluid، مش بتكلم على ميه او حاجه غيرها. خلاص، التيشو اللي طالع العيان بيستخدمه، المنديل اللي العيان بيستخدمه، should be discarded in black bag، لانه زي النفايات المنزليه. يبقى الحاجات اللي هي ما فيهاش سائل من سوائل جسم الانسان dribbling بتقطر، لا يتم التخلص منها في اليلو باك. ودي اللائحه التنفيذيه الوطنيه للتعامل مع النفايات الطبيه، وباي ذا واي هي ماشيه مع المعايير العالميه. طيب عملنا سيجريجيشن وكلمنا على البلاك كونتينر والشارب كونتينر واليلو باج. طيب ايه كولكشن؟ امتى اعمل كولكشن للحاجات دي؟ ما هي مش هتقعد على طول. شارب كونتينر شود بي نوت بي اوفر فيلد، نو مور ذان 2 3 اور 3 4 فول، يعني تلتين ثلاث ارباع مليانه ولازم اقفله. وليه بنقول تلتين وثلاث ارباع؟ because overfilling will make sharps reach the top of the container and could be extracted easily. هنشوف صورة على الكلام ده، we'll show a picture about this. should be sealed secured before transportation. يبقى الشارب كونتينر، اليلو كونتينر فور شارب، should be ما يعديش التلتين او الثلاث ارباع، وبعدين اقفله واحط عليه الاستيكر واتخلص منه، اخليهم ياخدوه الشباب بتوع النفايات. بلاستيك باكس شود بي نوت بي اوفر فيلد، نفس الشيء تلتين او تلات ارباع، نوت بي اوفر فيلد تو 2 3 اور 3 4 اوف ذا باج كاباسيتي بيفور بينج كلوزد سكيورلي ويز بلاستيك تيب. لازم اقفلها كويس جدا ومقفلها بشريط بلاستيك ما يتفتحش مره ثانيه، وابتدي احط عليها الاستيكر وبعدها. Collection should be done at fixed time and on demand. يعني لازم يكون عندي مواعيد schedule محدد for collection of these bag and sharp containers from the dental clinic and on demand. Accidentally, عملنا we a lot, there is a lot of work and it is filled to ثلاث ارباع or two three. We have to call the waste guys, come please and replace this. Waste bag will not be held close to the collector's body or be held under from underness. The waste bag after closure, the waste collector اللي هو العامل النفايات ما ينفعش يشيلها قريبة من جسمه، ولا انه يحط ايده يشيلها من تحت. امال بتتجمع ازاي؟ هنشوف الكلام ده في السلايد القادمة. Bags will only be held on the top of the safe handling. يعني لازم امسكها من فوق وابعدها عن جسمي، وبعدين احطها في الكولكتنج ترولي. ايه كولكشن ترولي ده؟ كولكشن ترولي از ا يلو
colored trolley وعليه يلو عليه يلو عليه بايو هازارد ليبل. هو ممكن يبقى يلو، ممكن يبقى ستانلس ستيل، لكن يبقى عليه بايو هازارد ليبل عشان كل الناس وهي وهو ماشي العامل شايله ماشي نو ويل ذات ذيس از ا بايو هازارد اوبجكت، ا بايو هازاردس اوبجكت. طيب لازم يكون لها مواصفات، تكون ديب انف تاخد 5 اور مور باجز، لازم تكون هارد بلاستيك اور ستانلس ستيل، لازم يكون لها غطا ليد، لازم يكون لها عجل بتمشي بسهوله، ايزي تو بي كليند، لازم تتنظف بسهوله، كلينابل يعني. اللي احنا شايفينه قدامنا ده ذات از ان ذا فوتو، وي كان سي ذا ستيشن اوف كليننج اوف ذا كوليكتنج ترولز، الترولز فور كوليكشن اوف انفكشوس ميديكال ويست اند شاربس. طبعا this is another type of trolley which is from stainless steel with biohazard label or this yellow from plastic one, both accepted with biohazard label, easy to be cleaned and disinfected in a routine schedule. We'll go lastly to the storage. Storage is very important to be for the medical waste, infectious medical waste. This is an dangerous having biohazard to the human and the facility and everyone. يعني حاجة ملوثة تلوث عظيم زي ما احنا اتفقنا ما بيتحطش فيها الأشياء الملوثة. طيب عايز أجمعها طبعا لازم دي تروليات التجميع. في two types of storage عشان نتفق عليهم. We have temporary storage area دي at the department or the clinic or dirty utility room. اللي بيحصل ان احنا we collect from the clinic in a dirty utility room until the infection medical waste the medical waste collector come to collect to be in the main store of the center. Okay, this is the area of storage. ده المخزن النفايات اللي مفروض يبقى موجود في المنشأة، اللي هو اللي له بابه لونه اصفر ومكتوب عليه infectious waste. ايه مواصفاته؟ له مواصفات. This is should be away from traffic. It is better to be outside the clinical area. And easy to be accessible from the waste collectors and the car to, for transportation of the medical waste. موجود بعيد عن مسارات المرضى والاماكن الرعايه الصحيه لكن في سهوله للوصول ليه بواسطه العاملين اللي بيجمعوا النفايات، زائد ان السياره اللي هتنقله للتخلص النهائي تقدر توصل لحد عنده. لان احنا اتفقنا مش هنمشي كتير بالنفايات الطبيه لانها خطر. طيب ايه مواصفاته الثانيه؟ طبعا لازم يكون عليه بايو هازارد ليبل، لازم يكون not easy to be accessed only for the responsible persons، ما عليه علامة خطر حيوي وما ينفعش يتدخل له إلا الأشخاص المعنيين فقط اللي هم العاملين في التعامل مع النفايات الطبية. حجمه يكون على حسب مساحة حجم النفايات الطبية اللي طالعة، يعني ما لاقيش مثلا dental center ضخم فيه مثلا 50 clinic وعامل لي غرفة نفايات مثلا متر في متر. It is not allowed. لسبب بسيط، لأن الأوفر فيلينج مش هينفع. إن إحنا بنتعامل مع نفايات خطرة، مش عايز الكيس يحصل له تير، مش عايزه يتقطع، مش عايزها تبقى متكومة فوق بعض. طيب. إيه الريكوايرمنتس أوف ذا ستورج إريا؟ مواصفات الستورج إريا قلنا إنها not easy accessible away from traffic. الحرارة لازم تكون air conditioned والحرارة بداخلها الترمومتر موجود should not be less than 18. آسف should be 18 or less.
لو لقيتها اعلى من 18 درجه مئويه، لا معناها ان ده غلط. في مستشفيات عشان توصل للدرجه دي بتركب 2 اير كونديشن. اوكي، عليها بايو هازارد سيمبل. الحوائط والارضيات مصنوعه من ماده يمكن سهله التنظيف، لا يتم استخدامها الا في تخزين النفايات الطبيه. فيها مصدر ميه ومصدر صرف لسهوله التنظيف وتنظيف العربات هناك. طبعا دي حاجه بره الانفكشن كنترول شويه، اللي هي الاكسترنال اوف سايت ترانسبورت، بيتم النقل بالسيارات المخصصه طبعا بطريقه سليمه للفاينل طبعا ديسبوزال، اللي هو التخلص منها عن طريق الاوتوكلافنج او اي شيء تاني. ما اعتقدش ان ده يهم الانفكشن كنترول او يهمنا النهارده، لكن الطرق دي متعدده، الاوتوكلافنج والانسينيريتور والمايكروويف، في وسائل كتير. دي بعض الصور للممارسات الخاطئه، رونج بيهيفير ان دنتال كلينيك. فكرة الصور دي متاخده من دنتال كلينيك فعلا. طبعا in this photo we can see a syringe maybe with needle or not, we can't know, but syringe in should be in sharp, and there is a glass vial also here which is not accepted. Here also something sharp inside the yellow bag which is not accepted, and paper in yellow bag, and also we can see that the gloves is not heavily contaminated with body fluid. This is an all these, most of these could be discarded in black bag. ممكن يتم التخلص منه في البلاك باك. رسام عفوا دقيقتين باقي وكمان عندنا كم سؤال. خلاص لا لا، اللي فاضلين دول صور بس كده جاست توضيحيه في الاخر، يعني مش هيكملوا الدقيقتين. الصوره دي انا خدتها من عياده اسنان برضو، حاطين الشارب كونتينر بالطريقه دي، وده داخل اريا كده مغلقه وفيها الرف بتاع العمل، سطح العمل. يعني بالعربي الناس دي ما بتتخلصش من النفايات، يعني انت عشان توصل للنفايات دي لا اسهل لك ان انت ما ترميش نفايات اصلا ولا تتعامل بطريقه صحيحه، وده اللي بنقوله ان شود بي ايزلي اكسسبل وبطريقه صحيحه وسليمه. هنا نفس الشيء، شارب also sharps needles and the gloves is not heavily contaminated with blood or body fluids. هنا طبعا ده مثال سيء للويست ستورج روم. طبعا دي هنشوفها بصوره ثانيه اوضح. الرونج اللي هنا ان هم رافعين الاكياس النفايات الصفراء على الارض. في ويست سبلايز، كلين سبلايز بيسايد ذا ويست باكس. طبعا ما ينفعش تحط الاثنين جنب بعض، انت كده عملت كونتامينيشن لكل الويست سبلايز. طبعا المفروض ان ده حوض لغسيل الايدين للعاملين، وحوض للتنظيف وتنظيف الترولز. طبعا المنظر سيء. دي ادوات الكليننج طبعا از نوت اكسبتد تو، يعني حاسس الناس دول مش خايفين من حاجه ولا عندهم اي مشكله مع حاجه. طبعا دي الصوره اللي كنت بقول لحضراتكم عليها، اوفر فيلينج اوف شارب كونتينر. تخيلوا شارب كونتينر اتملى لحد كده، which is very very hazardous. ان اي حد معدي او اي حد ممكن يتشك بابره من دول او يتعور، وفي هذه الحاله هيكون في هاي ريسك اوف being infected by blood borne pathogens. طبعا دي شارب كونتينر مفتوحه بالطريقه دي بكرسي الاسنان، انا مش عارف هدفها ولا فهمت هي ليه، يعني رونج بليس، رونج بيهيفير، رونج يوز. هنا دايلو باج موجود عليه بلاد من بره، هيفلي كونتامينيتد فور بلاد فروم اوتسايد. الكلام ده از نوت اكسبتد لان مصدر كبير للعدوى. طبعا لو حد سالني طب نعمل ايه في حاله زي دي، شود بي I should put this in another bag, another clean bag. الغلطة اللي هنا إن ده طبعاً yellow bag with lid opened by hand. How can we use? We can touch this and throw what we have and close it again. What about our hands? Will be contaminated.
ايدينا هتتلوث تلوث رهيب، طبعا ده كارثه. هنا برضو ويست باجز طبعا. اعتقد احنا خلصنا، لعلي كنت واضح. ثانك يو فور يور اتندنس. اني كويستشنز فروم يور سايد؟